سلطان هذا هو الأسطورة. نعم. هذا هو ركود ركود هذا ركود الرادار وقت موجود. التحية لأبو سلطان يا أبو سلطان وقت التحية لأبو سلطان وهو يقول ركود ركود الرادار موجود. أبو عبد الله عندي وسم ودي نطلعه وسم هاشتاج وسم الاسم هذا جميل مر علي مر علي مر علي بالبرنامج احنا من أفضل الشركات وسم حلوة لا لا نبغى نطلقه ركود ركود محمد مطرود ركود ركود محمد مطرود الافضل لا 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 هو قال ركود ركود الودعاء محمد مساء ابو مساعد مطرود نعم نعم ركود ركود ابو سلطان موجود ابو سلطان يحيى ابو سلطان يحيى ابراهيم يلا هل تتوقع ان الجمهور حزين لا بالعكس الان سعيد انا ارى وكانني ارى من خلف هذا الجدار الجمهور يصفق ويحيي ابو سلطان ويحيين ويحيي هذه القرارات السعيده التي لطالما انتظرناها طيله البرنامج هذا الوجه السمح من يخطئ عليه فهد معيان فهد معيان الغلطان سعود عتبي غلطان هذا الوجه السمح انت علي الغامدي غلطان علي الغامدي غلطان اسحبه يا ابو سلطان انت الناصر الوحيد لهذه القناه بعد الله سبحانه وتعالى وناصر الغامدي في هذا المكان هل يسقط ناصر الغامدي ويعيش ابو سلطان يعيش ابو سلطان الان يا استاذ علي انا الامانه سعيد وارى بعض المتسابقين حزين وارى كذلك هناك وجوه سعيده وجوه مستبشره وجوه مبتهجه امثال الاستاذ عبد الله الحربي امثال الاستاذ عبد الواحد الان انطلقوا انبثقوا امامكم انتم وجمهوركم الهواء لا احد يعني انتم لستم اعرف انكم اقوياء لكن تتجنبون خطا محمد الودعاني محمد الودعاني كان سوسا ينخر في عظم هذا البرنامج وافكنا الله سبحانه وتعالى منه الله يوفقه في حياته الامانه لكن نحن سعداء وكذلك رسالة للأخ الحزين خلف الشاشة احزن ابك نعم ابك هاي اليوم اللي تبكي فيه والسعيد افرح واستبشر واسفهم انا كنت اتمنى كذا وابو سلطان يحاول من ناحية ان يقول لا تكفى ارجوك تراجع عن هذا القرار ان ياخذه مع الباكج يعني وش عسل نجوم عسل نجوم اربع حبات مع بعض باكج حبتين خذ من ناحية ورام يا حبيبي كان ثلاثة ثلاثة يا حبيبي بعد اليوم كان استبعاد واحد وواحد مجانا واحد وواحد مجانا واحد حضوري وواحد اونلاين نعم واحد غيابي اونلاين لله يا ابو سلطان شفت كيف تبهج الناس بهذه القرارات الضرب يد من حديد كل اللي يحبه اليوم يا جماعه الخير هذه الفقره الجميله المنصفه التي صنعت احداث البرنامج ان كانت مزعلتكم قاطعوها احنا سعيدين هل احد يا اخي قاطعونا قاطعوا الرادار اغلق الشاشه اغلق الشاشه لاني سوى ليش 14000 يشوفونا كم تابعنا واحد كم دقيقه كم ليش تتابعونا ايش يبغون فينا فلتعوا كلمه واحده من يتابعنا خلف الشاشة هم العقول الصاحية هم العقول الحقيقية التي تريد الرادار وتحيي الرادار وتصفق للرادار لا عليكم من أي حساب آخر إنما هم حسابات بعض الأحيان يخطئون ويصيبون لا عليكم منهم هم إخوتنا وحبايبنا نعم نحبهم ويحبونا لكن نعود لأصل هذه الشاشة من يتابعنا أمهاتنا وأخواتنا وأخواننا وأبنائنا هذا هم الأصل من يشجعون هذه القوة والحزم في هذه القرارات لأن هذه القرارات التي يستقيم بها البرنامج ويعود إلى الجادة من اللي ما يحب العدل نعم من اللي ما كلنا نحب هذا الوجه السمح يعني ارجعوا للنق نعم. عطونا اللنق يا أبابا عطونا أبو سلطان العادل العدل في الله ركود ركود أبو سلطان موجود يا سلام الرادار ترى شوف الرادار له يد كبيرة نعم في تغيير الوضع نحن المغيرين الحقيقيين أكيد نعم هذا اللي صار اليوم بفضل الله أبو سلطان يشكر والثلاثة العظماء لكن شكرا لأبو عبد الله شكرا لعلي الغامدي شكرا لك فهد معيان شكرا لمعدين الرادار شكرا لهذه الطاولة والكراسي لأن هي من نحن من غيرنا هذا احنا مو بحركنا كراسي احنا طلعنا رجل لا 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 صح صح شكرا ابو سلطان لانك محور التغيير في هذا البرنامج مقطع يمسعكم إيه؟ تبغون مقطع يسعدكم نريد الضحك تبغون مقطع يبهجكم تبغون مقطع ونيس نعم مقطع تستانسون عليه نريد اللعب اعطونا المقطع اللي يسعد انا صراحه اسعد الملايين واسعد ولبسنا البسوط بالله يا عقليه توندو نبغى نشوف رده افعال توندو توندو هل يمكن توندو المفاضله تشغلونه طيب سجلوا العقوبات حقت محمد الودعاني العقوبتين يا شباب ها محمد الودعاني وفيصل الدبالين
شفتوا معنا فريق الاعداد؟ لا لا لا. طيب ما يخص محمد الودعاني؟ ايوه المستهتر. ايه وبرضه فيصل الدبالين يتم استبعاده نهائيا من البرنامج. ناحي 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 تكفى يا ابو سلطان. ابراهيم شو اقول لك؟ والله لا والله اسمعني والله لا مسكت الباب فكيدي فكيدي. والله انا شو اقول لك؟ والله ضحك والله يا اخوان. ابغى يا اخوان تبغى ثاني؟ استغفر الله والله احنا شمتين يا اخوان. اتقوا الله في الناس والله احنا شمتين والله. نبغى نبغى ورانا ورانا هنا 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 شغلوه شغلوه. نريد ان نرى في السينما. نبغى السينما في السينما سينما سينما. يلا اخوان يلا يلا نبغى الكورن يا اخوان بسرعة يا شباب. طيب سجلوا العقوبات حقت محمد الودعاني. والله تقول يضرب بك جاي أحسن نجوم هذا تبوا ترى الهواء علينا. الله يستر. انضرب لازم نحزن الحين ولا لا 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 حفلة عالمية مكس. العقوبتين يا شباب ها؟ محمد الودعاني وفيصل الدبالي. حرام حرام يا رب. لا 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 ما معنا فريق الاعداد ان شاء الله يرحمهم بسلطان ان شاء الله. لا 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 يا رب. مو كيوت مو كيوت. نو 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 يا رب. طيب ما يخص محمد الودعاني المستهتر. مستهتر مستهتر يتم استبعاده نهائيا من البرنامج. يا اخوان يا اخوان شوف سلطان سلطان تسمر ما عاد تقدر تتحرك خلاص. ناحي 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 تكفى يا ابو سلطان. ابراهيم شو اقول لك؟ والله لا والله اسمعني والله لا مسكت الباب فكيدي فكيدي. والله انا شو اقول لك؟ يا عيال والله اول مره اشوف استبعاد يضحكني والله. والله يا اخوان استبعاد الحمد لله اللهم لك الحمد. قد صارت ببرنامج انا اسمحوا لي استبعاد اثنين يا اخوان قد صارت ببرنامج قبل استبعاد اثنين مع بعض انا ما قد شفت. اسمحوا لي لم ارى. ركود ركود محمد مطرود لو سمحتوا. طيب اول برنامج استبعاد اثنين نفر كذا طاير بدون سفري واتمنى ان شاء الله انهم يستمتعوا. طيب خلينا نجي علي للبرنامج وفقهم الله. طيب خلينا نجي نتكلم الان. تبغى منطقيه ولا نطقطق؟ لا لا انا احب المنطق. المنطق نجي المنطق. علم المنطق هو فرع من فروع الرياضيات يا اخواني وهو اساس واحنا نحب المنطقيه دائما بس ما يمنع احيانا من بعض صحيح الشيء اللي يرفع الضغط. تعال